لتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية وإتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى البلاد. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين، وجه الرئيس السيسي بتعزيز منظومة إنتاج الأسمدة وإتاحتها للسوق المحلية بما يتناسب مع خطط الدولة في الإنتاج الزراعي وللتوسعات الأفقية والرأسية في الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية. وخلال الاجتماع تم استعراض موقف السلع الاستراتيجية الغذائية ومتابعة توفرها في الأسواق على مستوى الجمهورية، خاصة القمح والأرز والسكر والزيت واللحوم والدواجن والأسماك، مع تأكيد عدم وجود أي مشكلة في توفير تلك السلع للمواطنين في إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على استمرارية مخزونها الاستراتيجية لمدة لا تقل عن متوسط 6 أشهر. ووفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، يتم شن حملات رقابية لمواجهة أي محاولات لحجب السلع أو احتكارها، حيث تم ضبط كميات كبيرة من السلع ومصادرتها، وهناك متابعة مستمرة للأسواق، كما أن المنافذ التابعة للوزارات ستستمر في توفير السلع بأسعار مناسبة حتى عيد الأضحى المبارك، وهناك تنسيق مع سلسلة من المتاجر في هذا الشأن. كما قامت الحكومة بإطلاق العديد من المبادرات لطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وتوزيع كراتين رمضان للمواد التموينية على مستوى البلاد، وذلك دعما للفئات الأكثر احتياجا. تحركات سريعة ومكثفة قامت بها الوزارات المختلفة في جميع المحافظات لضبط الأسواق، منع الاحتكار ورفع الأسعار بهدف حماية المواطن ومنع استغلاله أو تحميله ما لا يطيق. طبعا جهود متواصلة وحثيثة من قبل الدولة المصرية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، وفي تعاظم طبعا لهذا التحدي وللمسؤولية الملقاة على عاتق القائمين على إدارة هذه المسائل، خاصة خلال هذه الأيام الفضيلة أيام شهر رمضان المبارك. كل سنة وحضراتكم طيبين. نظر أكثر قربا للأوضاع في السوق المصرية حاليا، التحديات اللي بتواجهنا، إيه الأدوات المفروض تكون موجودة سواء لدى المستهلكين أو المنتجين، وكيف تبدو الأجواء لديهم في ظل الارتفاع النسبي اللي حصل في الأسعار خلال الفترة الماضية، وكثير من المحاور وثيقة الصلة نتطرق لها تفصيلا وتحليلا في هذه الوقفة الدورية، وبصحبتي الدكتور حسن هيكل أمين عام جمعية مواطنون ضد الغلاء. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك طيب. طبعا في خصوصية جدا دايما لرمضان، ودايما بنتكلم عن توفير الأسعار للمواطنين بشكل تنافسي ويلائم يعني المتطلبات اللي يمكن بتكون متزايدة في شهر رمضان الكريم تحديدا. ايه المختلف في اجواء رمضان هذا العام من وجهة نظر حضرتك اللي ممكن تكون فعلا خير مثال على التيسيرات اللي بتخفف قدر الامكان او بتحتوي هذه الازمة اللي بيواجهها المواطنين على خلفية ارتفاع الاسعار العالمي؟ هو طبعا في البداية شهر رمضان هذا العام يأتي وسط موجة تضخمية سببها ارتفاع أسعار الدولار وما جرى في الاقتصاد العالمي. في الاقتصاد العالمي في الفترة الأخيرة طبعا معروف أن سعر برميل النفط ارتفع حتى وصل النهاردة إلى 109 دولار. كان سعر برميل النفط قبل عام حوالي 58 دولار بالنسبة للبرميل، فهذا الارتفاع في أسعار الطاقة أدى إلى ارتفاع السلع العالمية المختلفة. وإحنا بلد بتصدر ب 45 مليار دولار بتستورد ب 61 مليار دولار، وبالتالي الضغط على الدولار نتيجة زيادة استيرادنا عن صادراتنا أدى إلى ما نحن فيه الآن. إحنا عايزين إن إحنا ننتج، عايزين إن إحنا نصدر علشان نعدل نفسنا. أدي باختصار الأزمة. طيب كان في ارتفاع في أسعار النقل عالميا قبل الأزمة بتاعتنا، حصل ضغط بعد كورونا وقبل أوميكرون كان في ضغط شديد جدا على تكاليف النقل، فارتفعت 7 أضعاف تكلفتها قبل كورونا. يعني قبل سنتين كانت تكاليف النقل أقل 7 أضعاف عالميا، فده أثر علينا وأثر على وارداتنا وأثر على ارتفاع أسعار وارداتنا. طيب يبقى عندي ارتفاع في أسعار النقل، عندي بعض الشورت في بعض السلع نتيجة الضغط العالمي عليها بعد ما كان الأسواق العالمية حصل لها هبوط ابتدت ترتفع
مرة أخرى حجم الطلب عليها، فبدأ يحصل أزمة في الشرائح الإلكترونية للكثير من السلع. شفنا دوت في انخفاض كميات المنتجة من السيارات، وبدأ يحصل شورت فيها في اللابتوبات والآلات الكثيرة الإلكترونية، ابتدى يحصل شورت فيها وارتفعت أسعارها عالميا. طيب حصل أوميكرون وابتدت الأمور تهدى شوية، بس لأن الحرب الروسية الأوكرانية هي الأخرى ألقت بظلالها، وبدأت في أعقابها ارتفاع في أسعار النفط وارتفاع في أو خوف من بقى ارتفاع وارداتنا من القمح، لأن احنا المورد الرئيسي للقمح بالنسبة لنا هو الاتحاد السوفيتي أو روسيا بعد روسيا أوكرانيا، فالدولتين المتنازعتين هم دولة الدولتين. طب في عقوبات على روسيا، هذه العقوبات بتحاول تقفل على تعرف بنك سويفت العالمي بيمنع ان اي تحويلات بالدولار تتم الا عبر المرور الى بنك سويفت، يعني امريكا بتتحكم فيه. طب النهارده بنشتري، عايزين نشتري من روسيا بالدولار، مش هنخش طرف في الازمه بالتاكيد. ده حركه تقصد ده كنتيجه لاستبعاد روسيا من هذا بالظبط كده. فعندنا طب احنا بالصدفه او مش بالصدفه، احنا من سنه 73 واحنا حاطين احتياطي استراتيجي بالنسبه للسلع الاساسيه والرئيسيه واهم القمح، يكفينا ولدينا اقماح حتى نهايه هذا العام موجود. موسم القمح وحصاد القمح وتوريد القمح جه دلوقتي المحلي حوالي 60% او اكثر من 60% من انتاج القمح او احتياجاتنا من سلكنا القمح هيتم توريده محليا. عشان كده الدوله عملت ايه؟ اول اجراء نمره واحد انها رفعت سعر توريد القمح، وانها ادت علاوه للمنتج لتوريد القمح، والزمت كل منتج انه يورد 12 اردب من القمح الكل فدان بيزرعه، علشان يبقى في عندي ضمانه لوجود القمح اللي هو بيمثل بالنسبه لنا الخبز اللي هو السلعه الاساسيه بالنسبه للناس. طيب ارتفعت اسعار السلع كلها، رغم ان الدولار لو حضرتك حسبتي الارتفاع الذي جرى في الدولار هو كام؟ كنا بنتكلم في 15.65 او 15.70، ارتفعنا الى النهارده الدولار 18.24 او 18.25، يعني 18 وربع، يعني نسبه الزياده كام؟ 16%. هل الاسعار زادت 16%؟ طبعا في جشع من الكثير من التجار ومحاوله لاستغلال الازمه، لان الاسعار زادت في بعض من في سلع متعدده وكثيره بنسب اكبر من ال 16% اللي هي فرق سعر الدولار. ده ناهيك عن ايه؟ ان النهارده هل من المعتقد ان الناس خلاص جابت الدولار بالسعر الجديد واستوردت البضاعه بالسعر الجديد؟ لا، ده هي رفعت اسعارها على مخزونها اللي موجود. الدوله عملت ايه؟ يبقى في القمح الدوله حددت زودت سعر التوريد بالنسبه للفلاح. الدوله بدات في اجراءات انها حددت سعر الخبز بالنسبه للمستهلك لاول مره، وبدا ان الحد الاقصى لرغيف الخبز يبقى جنيه وانت نازل حسب الوزن بتاعه. بدأ التوسع في مشروعات العرض الخاصة بالسلع بغرض الإتاحة، إتاحة السلع. ما شفناش في أي شورت موجود أو أي أزمة موجودة في سلعة من هذه السلع، في ارتفاعات أسعار ما فيش شك، لكن المنافذ اللي بدأت الدولة تعملها، أنا عندي 6740 منفذ لجمعيتي، 6740 منفذ جمعيتي مع منافذ أمان بتاعت وزارة الداخلية، مع منافذ الأحزاب اللي موجودة والمجتمع المدني ومواطنون ضد الغلاء وغيرها، كلها موجودة بغرض انها تعمل اتاحة للسلع عند المستهلكين باسعار اقل من اسعار السوق بما لا يقل عن 25% موجودة. فايدتها المجمعات الاستهلاكية، قبل ما اقول فايدتها، المجمعات الاستهلاكية والسلع موجودة فيها من خضر وفاكهة واليميش رمضان كلها متوفرة، هي رمانة الميزان. رمانة الميزان يعني ايه؟ حتى يتم كبح جماح الاسعار فيتم العرض من خلال هذه الامور. نسيت أقول حاجة برضو مهمة، إن الدولة لما زودت سعر الفايدة 1% كبنك مركزي، ثم طرحت شهادات الاستثمار في بنك مصر وبنك الأهلي، طبعا فإحنا شفنا قد إيه إقبال المصريين بأكثر من 425 أو في أسبوعين مليار. هذا الرقم الضخم أو هذا الرقم الكبير بيعمل فايدتين، الفايدة إنه زيادة في المدخرات الوطنية، زيادة في المدخرات الوطنية يعني زيادة في الاستثمار، يعني رواج بالنسبة، رغم انه بيقلل عرض النقود وبالتالي بيقلل نسبة التضخم. يعني دايما انت لما بس في المقابل البعض بيقرأها ان هي يعني مرآة على ارتفاع نسبي في معدلات التضخم. ما هو حصل تضخم ما فيش شك. بتعالج التضخم ازاي؟ بتعالج التضخم اول ما بيحصل تضخم في اي دولة في العالم اول حاجة تعملها ترفع سعر الفايدة.
تقلي بترفع سعر الفايدة عشان تجذب أكبر قدر من النقود في البلد دي، فيقل عرض النقود. لما يقل عرض النقود لدى الناس مش هيشتروا كتير، فلما ما يشتروش كتير تبتدي الاسعار مره اخرى، يبقى العرض فيها اكبر من الطلب، وبالتالي تبدا الاسعار في الانخفاض. وفي خطوات مماثله حصلت يمكن على مدار السنوات الماضيه لما كان في ازمات عالميه، يمكن يعني، وبالتالي بيبقى بتلقي بظلال سلبيه على الدول كلها ومنها مصر. كان في مساله برضو تحريك سعر الفايده. احنا شايفين اوروبا، احنا احد برضو اسباب الازمات اللي عندنا ان جزء من الاموال اللي بنسميها الاموال الساخنه بيخرج من مصر او خرج من مصر خلال فتره معينه وابتدى يروح لاوروبا نتيجه وامريكا نتيجه رفع سعر الفايده هناك. يعني فرفع سعر الفايده بيسحب اموال ساخنه. انا عارفه المقاطع تتحرك، لكن ناخد بس راحه قصيره شويه من سخونه الاحداث السياسيه واصدقها على الساحه الاقتصاديه. وهنتكلم طبعا اكتر عن الجهود المبذوله مصريا لمواجهه هذا الارتفاع في الاسعار من خلال التيسيرات اللي بتقدم. لكن نتحول الى غذاء الروح، الأنشطة الثقافيه والموسيقيه وغيرها الحقيقه اللي بتعقد في شهر رمضان، وبخص بالذكر احتفاليه ليالي المقامات الروحيه ببيت يكن. ومعنا للمزيد من المتابعه من هناك الزميله امل صبري. امل، كل سنه وانت طيبه، متابعتك اتفضل. تحية لك ولكل مشاهدي قناة النيل للأخبار، وكل سنة وكل مصر بألف خير بمناسبة شهر رمضان المبارك. يعني اليوم بتنطلق فعاليات ليالي المقامات الروحية في بيت يكن، وده الأول مرة، واللي بتنظمه مؤسسة حوار. وبيسعدني أن يكون معي الأستاذ انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس ليالي المقامات الروحية. أستاذ انتصار، بنرحب بحضرتك معي. أنا مسألة، كل سنة وأنت طيبة ومصر بخير يا رب. يا رب. يعني عايزين حضرتك تكلمنا عن ليالي المقامات الروحية اللي انطلقت أولى فعالياتها اليوم واللي شهدت إقبال جماهيري كبير من أبناء الدرب الأحمر. بصي، الليالي دي إحنا يعني دي الدورة السابعة، وإحنا انطلقنا قبل كده. أنا هدفي إن أنا أنزل في الأحياء الشعبية. رحنا السيدة زينب، خارة مونج، وبالتحديد بيت السناري، وعملنا الليالي هناك، لاقت نجاح كبير جدا، وافتتحوا الدكتور مصطفى الفقي. وفي نفس الوقت بعمل شغل في الحسين في قبة رجولي، وليا جمهور حقيقة هناك كبير. ولأول مرة دي أولى الأنشطة الرمضانية، يعني احنا عاملين ليالي المقامات الروحية من 4 رمضان إلى 20 رمضان في عدة أماكن. أولها بيت يكن من 4 رمضان ل 8 رمضان، ثم ننتقل إلى قبة الغوري لتقود عرض طقوس السمو 3 أيام، ثم ننتقل إلى بيت السناري لنقدم حوالي 9 أيام هناك، فيبقى الإجمالي من 4 إلى 20 رمضان. والحقيقة هناك برامج متنوعة، وبنؤكد من هذه الليالي على فن السماع وعلى الفنون الراقية. احنا محتاجين إن احنا ننزل للناس، مش هم اللي يقولنا، محتاجين ان احنا نتحاور معاهم فنيا. شفت سيادتك الجماهير التحمت ازاي وكانت متحمسة، لان الجماهير عاشقة لهذا الفن الراقي. وانا سعيد جدا بترحاب الدرب الاحمر ونجاح هذه الليالي، نجاح ساحق الحقيقة في الدرب الاحمر. وبشكر الدكتور علاء الحبشي الحقيقة اللي هو صاحب مشروع بيت يكن، ومشروع عظيم جدا، وهو الحقيقة كان سعيد جدا ومتأسف بهذا النجاح. وأنا بشكره وأشكر القائمين على هذا البيت الجميل، بيت يكن للتراث والفنون. أستاذ انتصار، يعني حضرتك دائما ما بتخاطب الروح من خلال الحفلات والأناشيد والابتهالات الدينية اللي بتقدمها لجمهورك، الهدف الرئيسي أو الرسالة اللي بتحب تبعتها للجمهور؟ أنا مؤمن جدا بتفرد الشخصية المصرية، وبالتالي كل توجهاتي للشخصية المصرية. أنا بحب أروح لهم في الشوارع. إحنا عملنا في ممر بيهلر وسط البلد، وعملنا في ميدان روكسي، وعملنا في الكربة، وعملنا في شارع المعز. النهاردة ما تصوريش مدى سعادتي قد إيه في مسألة ترحاب الجمهور، وأنا كنت واثق من ده، من هذه المقامات التي تهدف إلى الارتقاء بالفن الراقي. وجميعا نجد بقى ان نلتحم مع بعض ونجد جميعا من اجل الخير، من اجل السلام، من اجل المحبه، من اجل كل القيم النبيله اللي احنا محتاجينها دلوقتي، ليس بالشعارات
ولكن ايضا بالسلوك. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا وكل سنه وحضرتك. وانت بالصحه والسلامه يا فندم. يعني كما تابعنا وكما ذكرت زميلتي أن الموسيقى هي غذاء الروح، وأن الثقافة بكل محتوياتها سواء دور وزارة الثقافة سواء المؤسسات، زي ما تابعنا مؤسسة حوار اليوم بتطلق فعالية جديدة بمناسبة الشهر الكريم، وهي ليالي المقامات الروحية اللي بتخاطب فيها الوجدان من أجل يعني السمو بالوجدان، بناء الإنسان، وكل ذلك بيصب بالطبع في بناء مجتمع أفضل في مصرنا العزيزة. مشكورة جزيل الشكر أمل صبري. هي فعلا مش بس غذاء الروح، يمكن هي القوة الناعمة اللي احنا في أمس الحاجة للتسلح بها في الوقت الراهن لمواجهة كثير من تحدياتنا. وطبعا خبر صار كما أفاد ضيفك الكريم أن الفعاليات لن تقتصر فقط على هذا المكان، هيكون في بيت السيناريو وغيره المزيد من الأنشطة الثقافية والفنية. عودة من جديد إلى حواري، وبجدد تحية بدكتور حسن هيكل أمين عام جمعية مواطنون ضد الغلاء. دكتور حسن، يعني يمكن الأمن الغذائي هو ملف بيحتل أولوية قصوى لدى الدولة المصرية، أبرز ما تتوقف عنده من إجراءات اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة تترجم هذا الاهتمام الخاص، خاصة وإن يعني هذه القضية الأمن الغذائي المفقود نسبيا مش تحدي بيواجه مصر بس، ده على مستوى العالم إضافة إلى تحديات أخرى زي المياه والطاقة وغيرها. التحدي الأول طبعا هو توفير الخبز، أو توفير، لأن ده احنا بنعتمد تقريبا 65 أو من حسب يعني مستويات الأسر غنى وفقرا من 55 لـ65% على الحبوب فكمصدر للطاقة بالنسبة للمصريين. فهذه النسبة طبعا نسبة كبيرة، وبالتالي احنا اعتمدنا على القمح اعتماد أساسي في مخزون استراتيجي بالنسبة للقمح، في شهر أبريل بداية موسم التوريد بالنسبة للقمح بالنسبة للفلاحين. الدولة حددت الأسعار وزودت أسعار التوريد بالنسبة للفلاحين بالنسبة للقمح من 800 ل 820 جنيه، وحطت حافز 65 جنيه إضافي. الهدف هو شراء 6 مليون طن، وده ضعف الكمية اللي تم توريدها في العام الماضي، ونتوقع ونتمنى أن يتحقق هذا بعد تطوير كبير حادث للصوامع بشكل استراتيجي لمواجهة الفاقد اللي كان بيحصل خلال عملية التخزين، اللي كانت مش عايز أقول إنها كانت بدائية، والزم المزارعين بتوريد 12 أردب من كل فدان بيتم زراعته. الفدان معروف إنه بينتج في حدود 18 ل 20 أردب، فهيورد جزء منه بشكل شبه إجباري حتى يمكن توفير أكبر كمية من الأقماح دون تأثير على الموازنة. يعني هي فكرة أن احنا بدل ما نستورد، وطبعا معروف أن مصر هي الدولة الأكبر في الاستيراد بالنسبة للقمح على مستوى العالم. يمكن من الأمور اللي بتخلي المسألة أكثر صعوبة هي استغلال بعض التجار، جشع البعض منهم، الممارسات الاحتكارية، حجب السلع وغيرها، يعني من الأشياء غير المحمودة اللي يمكن بتزود المسألة وبتخليها أكثر حدة على المواطن. إيه اللي في سبيل المواجهة، إيه أبرز الإجراءات الحكومية؟ للأسف إحنا التاجر يعني في خارج مصر أو زي ما نقول الأجانب اتعلم إن هو يبيع بسعر أرخص عشان يبيع كمية أكبر علشان يكسب أكبر. فبينجح وبينجح وبيتعملق وبيحقق أرباح ضخمة جدا. التاجر في مصر متعود أو عنده ثقافة إن هو يبيع بأعلى سعر علشان خاطر يعوض، فبالتالي بيبيع أقل وبالتالي بيكسب برضو أقل، فبيبقى يعني مفهوم التجارة هنا مفهوم للأسف يعني مختلف يعني عن أدبيات التجارة العالمية. العالم هو بيبيع كده، اللي عاوز يكسب صح يبيع بسعر أرخص فيبيع أكتر. طيب الجهات المختلفة اللي في المنظومة، إيه المسؤولية الملقاة على عاتقها، سواء على جهات زي الجهات المعنية بحماية حقوق المستهلك أو يمكن بالمواطن نفسه؟ لأن في تمت إجماع في الفترة الأخيرة إن مطلوب إن المواطن نفسه كمان يتسم بالتوازن ويكون في حد من الاستهلاك. طبعا بالضبط، ترشيد الاستهلاك لازم يكون رشيد. وطول عمرنا كنا بنقول مواجهة الغلاء بالاستغناء، يعني فكرة مواجهة الغلاء بالسنة، لكنها طبعا معروف أنها لابد أن يكون هناك سلع بديلة. وإحنا جايين طبعا في شهر رمضان، فشهر رمضان برضو موسم معروف لطبيعته الخاصة عند المصريين ولا يمكن التغاضي عنها. الدولة عملت إيه؟ الدولة حددت لأول مرة أسعار للخبز، لأول مرة شفنا هذا الكلام، حصل توسع كبير جدا في المنافذ التي تعرض السلع
واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة. احنا بنشوف النهاردة سعر اللحوم السوداني ودي أعلى حاجة ب95 جنيه، ووصلت اللحوم من البرازيل ولحوم من الهند ولحوم من بلاد أخرى بتبتدي من 55 جنيه، فموجود اللحوم بشكل يعني ما حصلش فيه شورت. وأعتقد أن هذه المنافس اللي توجدت لتوفير اللحوم بهذه الأسعار أدت إلى الحد من ارتفاع الأسعار لدى الجزارين. ما هو لولا المنافس دي كنا شفنا النهاردة كيلو اللحمة ب300 جنيه يعني يعني يعني. ففكره ان انت بتعمل توازن عن طريق المزيد من العرض، شفنا قد ايه كميات الفواكه والخضار اللي معروضه في المنافس بنناشد الناس نمره واحد الحد من الاستهلاك الغير مبرر، نمره اثنين ان تقوم بشراء قدامك منافس موجوده جربها وما تكسفش منها وخش اشتري منها وهتلاقي السلع بجوده عاليه جدا وهتلاقيها لا تختلف كثيرا عن اللي انت بتشتريها باسعار مضاعفه. ثالث حاجه لما تلاقي تاجر جشع تجنبه. رابع حاجه لو في حاجه في وقت استغلال اتصل ب 19588 19588 جهاز حمايه المستهلك هتجد من يساعدك. هل في استجابه سريعه وتفعيل الاجراءات من خلال هذه الخطوط؟ اكثر من 90% من الشكاوي بتاخد وقت لكن في النهايه بتحل. اكثر من 90% من الشكاوي تم حلها بل وصلت النسبه ل 95%. فبنتكلم رغم زي ما انا بقول ان الاليه سهله والله اتصل على الخط الساخن تقدر تبعت تروح 96 احمد عرابي روح القريه الذكيه لو عايز لمقر جهاز حمايه المستهلك تقدر تقدم فيه شكوى تقدر تقدم الشكوى بنفسك او بالبريد تقدر تبعتها لجهاز حمايه المستهلك تقدر تتكلم بالخط الساخن في ابلكيشن موبايل تقدر تتعامل معاه في كتير من الوسائل. احنا بنناشد النهارده البورصه السلعيه اللي ابتدت الدوله تتجه اليها. فكره البورصات السلعيه تحل لنا كل مشاكل العرض وكل مشاكل تشوه السوق. الفرصة السلعية لو تم تنفيذها فعلا وبدأت في العمل فعلا وبتدينا حضرتك يبقى عندك ابلكيشن موبايل تقدري تخشي على السلعة اللي انت عايزاها تعرفي المنتجين واسعارهم ايه هم شايفين بعض زي ما انت شايفاهم وبالتالي كلهم هيخفضوا الاسعار عشان يبيعوا. حضرتك بتشوف بالنسبة للبورصة السلعية وتطبيقها في مصر وطبعا زي ما حضرتك بتقول في تعويلات كتيرة عليها، ايه الاجواء في مصر المواتية ليها وايه العقبات؟ الاجواء المواتيه طبعا بعد ازمه كورونا حصل اتجاه نحو الرقمنه في المجتمع المصري عموما وبين الحكومه كمان ابتدت الحكومه شفنا وزاره الماليه تقريبا بتمكن كل اداراتها وبتمكن مصلحه الضرائب البنوك نفسها كل ما يجري في مصر الجهات الحكوميه كلها ابتدت تتجه نحو الرقمنه، ابتدت الناس والمواطنين يبقى عادي ان احنا نشوف فوري وان احنا نشوف فيزا وان احنا نشوف مش عارف ايه والناس كله بيبتدى يستخدم وسائل الدفع الالكتروني بسهوله بعد ما كانت دي امور صعبه. طيب الابلكيشن موبايل لما كنا بنشوف الجماعه في الصين قبل كده عملوا ايه؟ الناس بيركبوا عجل هناك، عمل ابلكيشن موبايل للمواطن الصيني ياخد العجله من اي مكان يروح يستعملها بالابلكيشن موبايل بتاعه ويرميها في اي مكان، المكان اول ما يوصل يسيبها ويمشي ويتخصم منه حاجه رمزية بسيطه خالص يعني حاجه زي حاجه رمزيه وتمام ويستخدمها غيره وهكذا. طيب احنا بالنسبه لنا عندهم طبعا متاجر زي علي بابا مش عارف ايه كلها في الصين عامله مليارات على فكره في ظل ازمه كورونا. احنا في مصر هنا حصل ارتفاع بالمناسبه في التجاره الالكترونيه، ده الظرف المواتي. طب ارتفاع التجاره الالكترونيه بيعني ان المصريين ابتدوا يتجهوا للتجاره الالكترونيه وابتدوا طيب احنا عايزين ابلكيشن موبايل سهل وبسيط اقدر من خلاله ان انا اشتري السلع لحد عندي وتيجي وصال كويس، الامور بسيطه خالص. ففكره الرقمنه وفكره البورصات السلعيه، طب اروح البورصه السلعيه او اشتري من البورصات السلعيه السلع لان انا هتبقى فيها عرض ومنافسه ما بين المنتجين بشكل واضح وبشكل شفاف. النهارده انا ساعات ما بشتري وانا مش عارف سعر السلعه نتيجه عدم المعرفه وعدم الشفافيه في السوق بتحصل استغلال او بيحصل ارتفاع في الاسعار. زي ما انا قلت لحضرتك ارتفاع سعر الدولار كله 16%. طب ارتفاع الاسعار في مصر اللي حصل في الخضر والفاكهه واللي حصل في الكثير من السلع وفي السيارات وفي مواد البناء لا يبرروا هذا الارتفاع. مش ممكن هذا الكلام. فطبعا هناك استغلال اللي حصل نقدر نواجهه. زي ما قلنا في السلع الغذائيه الاتاحه اشتغلت وتسعير الخبز اشتغل والعرض في المجمعات اشتغل وفي والبورصات السلعيه هي اللي باقيه انها تتفعل ونبقى شايفينها بوسائل بسيطه علشان تقدر توصل للناس وما يحسوا ويحسوا بقى بنتاج هذا المجهود اللي اتبذل. يعني احنا عملنا صوامع عملاقه وعملنا للتخزين واتعملت بورصات سلعيه واماكن يعني بقى انها تنتقل للمواطن. فكره نقلها للمواطن دي
زي ما انا بقول بابلكيشن موبايل سهل جدا يقدر ويتعمل عليه شويه اعلانات، الناس تعرفه وتبتدي تشتغل عليه، تبتدي يوفر السلع. وخصوصا ان مفيش ممانعه من قبل المواطن على ان هو يلحق بركب التكنولوجيا في المعاملات، يعني هو ده حتى يمكن مش مرتبط كمان بالتعليم، يعني احنا دلوقتي كل الناس شايفينهم يعني قادرين ان هم يتاقلموا مع مساله التحول الرقمي يعني بشكل نسبي. يعني اخر حاجه اقول للمستهلك من فضلك ابقى قبل ما تشتري بص، يعني كانوا اجدادنا وابائنا كانوا يلفوا قوي قبل ما يشتري اي حاجه، كان ينزل يلف يشوف، يقول لك انا رحت المحل الفلاني لقيتها بكذا، والمحل الفلاني لقيتها بكذا، والمحل الفلاني لقيتها بكذا، وكانوا بيمشوا ويلفوا ويشوفوا وفي الاخر يقرر الشراء. احنا دلوقتي بقت الناس عندها مش عايز اقول استسهال وسرعه في اتخاذ قرار الشراء، حتى بيبقى نازل رايح داخل سوبر ماركت مش قصده يشتري السلعه دي، شافها بنسميه الشراء عفو الخاطر. انا مع حضرتك المفروض يكون في وعي، بس برضه اكتب اللي الحمل عايزه. كله مش عليهم يعني، مهم ان احنا كمان يبقى في ضبط للاسواق بشكل لازم ضبط الاسواق. زي ما انا قلت لحضرتك احنا اقتصاد حر، اقتصاد حر، لكن اتخذت اهي اجراءات. ما احنا عندنا اسعار على فكره، يعني لما نشوف الادويه ما الادويه مسعره، لما نشوف البنزين ما هو مسعر. طب انا عايزه اخيرا ارجع مع حضرتك بقى للتنافسيه اللي ملمح مهم جدا عشان نتكلم ان احنا فعلا نتقدم الى الامام بشكل لافت وواضح. بيئه الاستثمار شرطين اساسيين ليها علشان نتحلى بهذه التنافسيه، او يمكن شروط كثيره منها الجاذبيه والمرونة. إلى أي مدى حضرتك بتشوف أن ده متحقق في البيئة المصرية في الوقت الحالي؟ مصر بلد موقعها طبعا موقع استراتيجي وتتميز بوجود موانئ. يعني أول ما بيجي مستثمر من الخارج بيسألني عايز تشتغل في مصر؟ أقول له يقول لي عايز تشتغل في مصر. الميناء ليه يا عم عايز مصر؟ يقول لي احنا بص في ميناء كويس وفي بنوك بنية تحتية، فالميناء والبنية التحتية والعمالة المدربة كل دي أمور بنسميها جاذبة للاستثمار. اتفضل إيه؟ يسألني هعرف أحاول أرباحي؟ أقول له تعرف تحاول أرباحك، يعني قوانين بتضمن عدم المصادرة والتأميم؟ أيوة قوانين الاستثمار تضمن عدم المصادرة والتأميم. كل دي أمور جاذبة للاستثمار، كل ده بيحقق للمستثمر إنه بيحسبها. طب الضرائب عندكم كام؟ طب الضرائب في البلاد اللي بره كام؟ لما بشوفها مجتمعة كده ما زالت مصر دولة جاذبة للاستثمار. طبعا دولة جاذبة للاستثمار. احنا لازم نسوق بشكل افضل، ولازم يبقى عندنا محترفين للتسويق ومحترفين لجذب الاستثمار. زي ما انا قلت احنا بنصدر بما في ذلك الصادرات البترولية ب 45 مليار. عندنا جنبينا دولة فوق مننا، ودولة جنبينا، الدولة اللي جنبينا دولة صغيرة محتلة لأراضينا، وبتصدر ب 140 مليار. فوق مننا تركيا بتصدر ب 225 مليار. احنا لازم الانتاج من اجل التصدير. لو صحيح. نجحنا انتاج من زمان في الستينات كنا بنتبنى سياسه اسمها سياسه احلال الواردات. احلال الواردات ان انا اشوف القلم ده انا بصنعه بستورده من بره، طب انا هعمل مصنع ينتج القلم ده، تمام، فيبقى كده انا بس مش يصدره ينتجه. فاسمها سياسه احلال الواردات. احنا عايزين سياسه اسمها الانتاج من اجل التصدير. لو توسعنا وعندنا دلوقتي المجالس التصديريه، والمجالس التصديريه فكره كان عملها المهندس رشيد من سنة 10 تقريبا ونجحت نجاح كبير جدا، وبعد كده يعني وعايزينها تنطلق مرة أخرى وتحقق المستهدف اللي هو 100 مليار دولار إن شاء الله. لو تحقق المستهدف ده مصر هتبقى في حتة تانية إن شاء الله. خطوة خطوة يعني كده نقرب خطوة من خطوة تطلعاتنا في الأسعار. البيروقراطية لازم نحاربها، لازم نحارب البيروقراطية بالرقمنه. احنا بنعمل فاتوره الكترونيه دلوقتي. هل قانون الاستثمار الموحد يعني بقدر ما يعول عليه وبنشوف ان هو طبعا بصيص مش قليل من الضوء يعني، لكن في نفس الوقت يعني لم تكتمل اركانه بعد علشان نحقق الاستفاده القصوى من مثل هذه الاليه؟ لا احنا لا ينقصنا قوانين، والمستثمر في مصر يتمتع بحمايه بعدم مصادره بالنسبه لامواله، بيتمتع بالكثير من المميزات الجاذبه اللي هي من خلالها تنقصنا قوانين، لكن تنقصنا تفعيل القوانين، ان القوانين دي تبقى على الارض سهله والاجراءات تبقى سهله والدنيا تبقى سهله، بحيث انه يعني انا عايز اخد ارض. احنا الارض عندنا على فكره غاليه، الارض الصناعيه قليله، عايزين اراضي صناعيه كثيره حتى يمكن للمنتجين المحليين قبل المستثمرين الاجانب.
ان هم يلاقوا مدن صناعيه لازم نتوسع فيها. ما احنا هننتج بايه؟ ما احنا لازم المدن الصناعيه زي ما بنعمل يعني مدن سكنيه ونعمل لازم الحقيقه المشهد ده متنوع جدا، يمكن الموضوع ده كمان عايز حوار في حد ذاته. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر على تشريفك لنا دكتور حسن هيكل الامين عام جمعيه مواطنون ضد الغلاء، شرفتنا. الله يخليك، شكرا جزيلا. موضوعنا الجاي مش بعيد عن هذا الحديث، الرقمنه ودورها ايضا في المعاملات الاقتصاديه بوضع خاص، وتحديدا مشروع المراكز التكنولوجيه واهميه التوسع فيه لتقديم خدمات افضل واكثر جوده للمواطنين. هي وقفتنا الحواريه القادمه في القاهره بعد متابعه موجز اخبار الساعه بصحبه الزميله شيرين القشري.